هنبتدي دلوقتي. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية وصالون تفكير، وإحنا النهاردة بنستكمل موسم غزة والعالم عام بعد طوفان الأقصى، والنهاردة مع الجلسة الخامسة. ويسعدنا في هذا اليوم أن يكون اللقاء اللي أنا مترقبه ومتشوق إليه أن يكون معنا الأستاذ أحمد أشقر، من فلسطيني 1948. أستاذ أحمد متخصص ومهتم بالدراسات اليهودية. أستاذ أحمد هيكلمنا النهاردة عن كيف نفهم تفكير إسرائيل، سعيا منا إلى أن نستوعب وأن نفهم، لأن احنا كثقافة وكمجتمعات، وده ظهر جدا خلال العام الماضي، بنركز على إصدار أحكام، بنركز على الجانب السياسي بدون الدخول فيما هو أبعد. ولذلك هذا اللقاء اليوم أتمنى له أن يكون غوصا أعمق من ما هو يومي وما هو آني. فبرحب بالأستاذ أحمد أشقر، وسعيد جدا بهذا اللقاء، ونحن كلنا في شوق للاستماع إلى ما تريد أن تحدثنا فيه. أهلا بك. شكرا على الدعوة وشكرا على الحضور. عنوان محاضرتي كيف نفهم إسرائيل؟ أنا بدي أضع إطار. محاضرتي هذه مبنية على دراسات وكتابات قمت بها تبلورت أطروحتها في 20 سنة الماضية. عند الضرورة سأقوم بالإشارة إلى هذه الدراسات أو بعضها على الأقل. تقول أطروحتي إن إسرائيل هي دولة اليهود فقط كما جاء في قانون القومية الذي سأعالجه مطولا في أحد المحاور، إنها تستقي كل سياستها وممارستها تجاه نفسها وتجاه الآخرين من ثنائية نحن اليهود وهم الجويم، والجويم هم غير يهود وفقا للشريعة اليهودية وليسوا آخرين أو أغيارا كما يشاع في الترجمات. بعد ساعات من بدء طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر 2023، ألقى رئيس حكومة الكيان نتنياهو بيانا قال فيه ما يلي: يجب أن تتذكروا ما فعله العماليقي. هكذا يقول كتابنا المقدس، ونحن نتذكر بالفعل ونحارب. قواتنا العظمى حول غزة وإسرائيل ينضمون إلى سلسلة من الأبطال اليهود، هي سلسلة بدأت قبل 3000 سنة مع يشوع بن نون. إذا هو رأس الهرم اليهودي بيقول إنه إحنا نستقل تفكيرنا وخطابنا وممارساتنا من 3000 سنة مضت. فإذا ما فيش إلنا حق التهرب ونقول إنه اليهودية دين سماوي تم تحريفه أو. إحنا بدنا نبحث شو بقولوا اليهود عن أنفسهم هم. إسرائيل في مصدر الهوية. يمكن القول أن السلوك الأمثل للهويات هو التعاشر المشترك على قواعد المساواة والتعاون والعلاقات الحقيقية. لكن بعض الهويات قد تعيش حالة من الخصومة والصراع مع كافة على كافة المستويات الفردية والجمعية. عمليا إن ديدن الصراعات هو صراعات هوياتية تختبئ في ثناياها صراعات ومصادر الثروات المادية والثقافية والرقية والنفوذ، وليس الاقتصادية فقط
كما يدعي الماركسيون الصدويون، لأنه في كمان ماركسيون ضحوا في الجانب الثقافي. تشكل اليهودية شحطة إسرائيل نموذجا وحالة مثالية الصراعات الهوياتية الجوهرانية أو المهنية، لأنها لا تزال تستمد حق وجودها وعدوانيتها الإبادية من نصيات خرافية دينية قامت برفعها والتحليق بها خارج وفوق التاريخ، رغم إصرارها على ممارسة واقعها المعاش ضمن قوانين ومعطيات التاريخ في الاقتصاد والتعليم وكل شيء. في هذا السياق تشكل هذه الثنائية الشيء وضده خارج التاريخ وداخله، تشكل حالة من حصان ثابت يحول دون وصول إسرائيل واليهود الذي يعتبرون اليهودية هويتهم النشطة، تعيق وصولهم إلى مخرجات فكرية وثقافية وقيمية متوازنة ومعقولة في التعامل مع الآخرين، مع غير اليهود البعض. حتى لو كان هذا اليهودي ألبرت أينشتاين الذي اعتبر تواجد عدة يهود في صفد في القرن العاشر الميلادي كما ورد في كتاب المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم دليلا على حق قيام دولة إسرائيل، كما جاء في مناظرة له مع المؤرخ اللبناني فيليب حتي سنة 1947. أنتجت هذه الثنائية عالما غير واقعي وتفكيرا رهبويا لإدارته، كما أنها أنتجت اللاسامية كمقياس لعقاب من ينتقدهم كما يحصل الآن في العالم، وثواب لمن يرقص على أصوات شخيبة دماء ضحاياهم. وبما أننا نعرف أن كل هوية تستدل على محيطها والهويات الأخرى من خلال عيونها وعيون الذين يرونها مصالحهم المختلفة والمتبادلة، أي بطريقة المرايا المتقابلة، إلا الهوية اليهو إسرائيلية فإنها ترى العالم بهويتها هي فقط، أي ليس بالضرورة أن تكون الصور والنتائج متناظرة أو متساوية. باختصار، إن إسرائيل الاستعمارية تستدل وتتعرف على المنطقة والإقليم من خلال هويتها هي أو من خلال سرديتها فقط. لذا تبقى أعين إسرائيل مشدودة للحفاظ على وجودها المادي، ناسية هويات الجويم. لذا فأعين إسرائيل ومرآتها تبقى أوراق مشوشة، بينما عيون الآخرين مفتوحة بالضرورة وإن كبت أو اعتراها الغباش في وقت ما كما حدث للعرب في صراعهم معه. تفكير إسرائيل ومرتكزته أو المحاورة أي ومحاوره. يتكون هذا التفكير من 8 محاور تمتد على عشرات القرون كما تتبناها إسرائيل وتغذيها مجمل سرديتها الاستعمارية. المحور الأول، نحن اليهود أبناء النور والجويم أبناء الظلمة. طور اليهود في تراثهم الديني والثقافي الذي لا يزال متوارثا حتى الآن ثنائية نحن اليهود وهم الجويم، الذين ليسوا آخرين بمفهوم التعاشر بين الناس، بل جويم بمفهوم كل من هو غير يهودي وفقا للعقيدة والشريعة اليهودية التي تعتبرهم آدابها حيوانات أو أدنى من اليهود وأرقى من الحيوانات. عن هذا الموضوع في أدبيات لا حصر. هذه الثنائية دفعتهم لتطوير مفهوم آخر عن أنفسهم والجويم، قائلين نحن أبناء النور والجويم أبناء الظلمة. فأبناء النور يحق لهم مصادرة كل شيء من أبناء الظلمة، العرب والمسلمين ومن يقف إلى جانب عدالة قضيتهم.
نرجع لقصة العملية، ترك قصة العملية التي تحدث عنها نتنياهو في سفري الخروج والعدد. والعملية هم العدو الأبدي لليهود. في سياق خطاب العملية الذي بدأنا به محاضرتنا، يقول الباحث في سرديات العنف في الثقافة الإسرائيلية جيرالد كرومر، إن العمالقة اليهودية يشكلون ذروة الشر الجسدي والروحي في كتاب له صادر 2004، لذا على اليهود إبادتهم. نشير هنا إلى أن دولة جنوب أفريقيا قد ألحقت خطاب العملية في الدعوة التي قدمتها إلى الأمم المتحدة باعتبار ما تقترفه من إسرائيل في غزة عبارة عن إبادة شهر. لكن هذه المنظمة الخاضعة للقوى الاستعمارية أطلقت يد إسرائيل في غزة بحجة دراسة القضية. المحور الثاني، اليهودية تفشل في حل عقدة هذه الثنائية. سببت هذه الهوية مشكلة لأصحابها، لذا حاول بعضهم تداركها من خلال نشأة المسيحية من رحم اليهودية حسب العقيدة المسيحية، وهي المحاولة الكبرى وليست الوحيدة أو الأخيرة في تاريخها. ورفضها هو الذي حد على ما أعتقد من انتشار اليهودية مثل الإسلام والمسيحية. فالأناجيل الأربعة وبقية الرسائل في العهد الجديد تخبرنا بدقة عن التحدي التي جاءت به المسيحية بدءا من الموقف من الملكية الخاصة مرورا بالتخلي عن الناموس لصالح النعمة، وصولا بإخراج الرسالة المسيحية من القبيلة اليهودية إلى العالم كامل. فقد أدرك يسوع المسيح أحد مؤسسي المسيحية إشكال ثنائية الإله المتعالي واليهودي الكائن الصغير، فحاول حلها في ثنائية أخرى، لاهوته هو أي الإله وتجسده هو أي الإنسان، مبتدئا بالقطع وتفكيك الشريعة بتخليصهم منها وإدخالهم إلى عصر النعمة دون شرط، حين خصهم وحدهم دون غيرهم من الجماعات الإنسانية قائلا: لم أرسل إلا إلى خراف بني بيت إسرائيل الضالة، متى 15:20. أما اليهودي شاؤول الذي كان يعرف بتشدده بالشريعة اليهودية، الذي أصبح فيما بعد الرسول بولس، وأصبح ركنا لا يمكن التنازل عنه في العمارة المسيحية، هو الذي أدخلها بالكامل كديانة مسيحية مستقلة، وأخرجها من دائرة القبيلة اليهودية إلى العالم الرحب بقوله: لا فرق الآن بين يهودي وغير يهودي، بين عبد وحر، بين رجل وامرأة، فأنتم كلكم واحد في المسيح يسوع. فإذا كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل أبراهام، ولكم الميراث حسب الوعد. غلاطيا 3:28. يضيف: فلتقبلكم جميعا بعضكم بعض البعض كما تقبلنا المسيح أيضا بمجد الرب، لأن المسيح لم يأتي لخدمة اليهودي أو لخدمة يهودي أو يوناني، بل لخدمة المفتون من جهة الناموس وغير المفتون من جهة الإيمان النعمة. فإذا نحن خادمون للمسيح في سبيل إيمان. هاي رسالة روح. يجب أن نذكر أن مهمة المسيح مع اليهود كانت قاسية جدا، انتهت بالتحريض عليه وصلبه ومغادرته ميدان رسالته. فشلت المسيحية في فك إشكال الثنائية، ثنائية العقيدة وشعب الله. لحديت اليوم اليهود بيختصروا يشو يود شام يود شين ضاد، اللي معناها يمخ شمو بسفرو، يقطع نسله، وتعتبر أكبر المسبات
التي يسب فيها آخرين أو أي جماعة بشكل اسمه شوكات، رشد الأرجاس. كل الأدبيات اليهودية اللي راجعتها عن موقف اليهودية من اليهود من المسيحية لا تزال تعتبرهم عبديك وخذيم وبزلوه كفار مشركين. المحور الثالث، الإسلام يفشل في أزمتين. لم تكن المسيحية المرة الوحيدة التي يمد التاريخ فيها حبل الخلاص اليهودي، فقد حاول الإسلام على خلاف المسيحية بأزمة اليهود واحتوائهم في الدين الجديد. وقال كما ورد في القرآن مصدقا ما بين يدي من التوراة والإنجيل. ومع اعتناق عدد كبير من اليهود خلال فترة التأثير الإسلامي وبعدها، هناك مدونات تقول إنه كثير يهود ظلوا يستمروا يعتنقوا الإسلام لحديت القرن ال17. كما يمكننا اعتبار تأثر فقهاء اليهودية كموسى بن ميمون، سعد الفيومي المصري، وشموئيل بن علي، وسبينوزا تحديدا بالإسلام إلا محاولات لحل الإشكاليات التي صنعها اليهود بأنفسهم وفقا لعلم الكلام الإسلامي. فاليهودية الخلاصية واليهود الخلاصيين رفضوا الخلاص الذي عرضه عليه يسوع المسيح والمسيحيون، كما أنهم رفضوا التحول إلى الإسلام الذي تبنى هو الآخر السردية عن الخليقة وتاريخ الكون والأنبياء التي تبناها اليهود قبله، التي باتت تعرف بالإسرائيلية. في رأي سائد بقول إنه الإسرائيل لأنه الآداب الإسرائيلية هي المسلمين تأثروا باليهود. أنا بقول لا، وكتبت مقال بهذا الشأن بقول إنه التراث اللي يسمى في الإسرائيليات مجازا هو كان تراث سائد في شبه جزيرة العرب، تبناه اليهود، أجا الإسلام عمل له تحرير، عمل له إديتنج، لأنه في كثير من المفاهيم ومن القيم اليهودية في الإسرائيليات مشين كثير الإسلام رفضها. بالمناسبة موقف اليهودية من الإسلام ودي في رسالة من رسائل ابن ميمون، هي موجودة في العبري، أنا ترجمتها للعربي مكملة في الكتاب، اسمها إيجيرة تجوفا لعبادية هاجير، رسالة رد لعبادية هاجير. هذا كان مسلم وتهود، بيسأله عن الموقف من اليهود من الإسلام وكذا، وقضايا أخرى بس ناخذ جزئية الموقف من الإسلام. قال له: يعبدون إلها واحدا دون أدنى شيء. المحور الرابع، رفض السواد الأعظم من يهود أوروبا الاندماج بحركة التنوير عندما كانوا يعيشون بين ظهرانية شعوبهم وأمامهم هناك في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر. فالتنوير الذي أجمع على فكرة موقف أن جميع بني البشر متساوين في الحقوق والمسؤوليات، وأنهم أي البشر كائنات تكتسب إنسانيتها من خلال تنوعها وتعددها الحضاري، ليس بالجوهر الطبيعي كما تؤمن اليهودية واليهود الذين تصدوا لكل محاولات التنوير التي جاء بهم بعضها، كما رفضوا المسيحية والإسلام. عن قصة رفض اليهود للتنوير بنقدر نقرأ عن كثير ما عاناه سبينوزا لاكوستا، وكثير من التنويريين. يعني اليهود رفضوا التنوير الأوروبي في حينه لأنهم رفضوا فك عزلتهم والمساواة والتحول إلى جزء من الشعوب والأمم الأوروبية، معتبرون أنفسهم عرقا ذو صفات جوهرانية منحهم إياها أرباب اليهودية في التنام. يجب الحفاظ عليها من منطلق جمع يهوى النوعي
أو شعب الله المختار كما ترد في الأدبيات العربية. هو الترجمة الدقيقة جمع يهوى النوعي، مش شعب الله المختار. اليهودية في التناء ديانة متعددة، تحولت إلى التوحيد في القرن الثاني عشر مع موسى ابن ميمون، وكتبت عن هذا في مقدمة كتابي تحقيقي للرسالة اليمنية. كان الفيلسوف الالماني هيجل قال ان الوعي اليهودي هو وعي شقل. يصل هيجل الى هذا الاستنتاج من مفهوم متلازمه الثنائيه التي انتجتها اليهوديه، فيقول ان الاله اليهودي المتعالي مطلق القوه دفع باليهودي لان يؤمن أنه كائن صغير. بهذا تحول اليهودي إلى كائن مشلول لا يخطو خطوة واحدة دون أمر أو تدخل من الإله، كما أنه ينتظر المشيح كي يخلصه من الجويم ويجعله سيدا على عالم خالي منه في كتابه فيمنولوجيا الروح. أنا وقت بقول المشيح بقصد المشيح اليهودي، لأنه المسيح الإسلامي والمسيح والإسلامي واحد، والمسيح اليهودي بعده لم يأتي بعد. كما يفتح لهذا السبب طور اليهود 613 فريضة تريك ميتسفوت تعبر عن العجز والشلل من جهة، وتحميل الآلهة نتائج أعمالهم من جهة أخرى. كما فتح الوعي الشقي أو المتشظي الطرق كافة أمام اليهود وغير اليهود، كي يقول الواحد كل شيء بده عن الثاني، وصل أقساها في الكارثة في أوروبا. تستمر المحاولة عند اليهود كحالة ماركس الذي تحولت عائلته من اليهودية إلى البروتستانتية وقت كان 8 سنين عمره 8 سنين. ماركس دمج ما بين اليهودية والرأسمالية وقال عنهم واحد، لذا قال الخلاص من اليهودية والرأسمالية هو خلاص اليهود وخلاص بقية الناس من الظلم الاقتصادي. أما العالم النفسي دارد كارل جونغ الذي درس وحلل شخصية أحد أهم آلهة اليهود في التناخ في كتابه بين يهوى وأيوب صادر 1952، حلل الإله يهوى موقف الإله يهوى من مأساة أيوب كما ترد في التناخ، فيصل إلى النتيجة قائلا المعروف أنه أي إله يهوه منذ زمان بعيد أنه فيه لا حصر له من الندوات والغضب، أي أيه أنه لا يكترث بمآسي وآلام الآخرين. في وقت لاحق قام عادي أوفير وهو إسرائيلي المتخصص في فلسفة الأخلاق في بحثه The Beginning Was a State الصادر بالعبري سنة 2013 بالإنجليزي 2023، فيقول أن العنف اللامنطقي ولا أخلاقية الإله اليهودي وإسرائيل هو ما يميز آلهة التناخ ودولة إسرائيل. هذا هو الإله مطلق القوة المتعالي، ليس فقط يعبده اليهود بل يعتبرونه مرشدا حرفيا في كل خطوة يخطونها، تحديدا في علاقتهم مع البوريا. المحور الخامس، الصهيونية تندمج في الحداثة الأوروبية. رغم رفض اليهود للحداثة الأوروبية إلا أن تم استيعابهم فيها
من خلال حركتهم الأصولية الصهيونية لعدة أسباب، وهي كانت حركة الإصلاح البروتستانتي في أوروبا التي تمثلت في البروتستانتية قد آمنت بضرورة نقل اليهود للعيش في فلسطين التي اعتبرتها هذه الحركة وطنهم الأصلي وضرورة عودتهم إليها، وتوظيف هذه الحركة وكيانة وتوظيف الحركة الصهيونية وكيانة الذي نشأ عام 48 في فلسطين بيدقا للاستعمار في المشرق العربي. حدث هذا في عصر نشوء القوميات والصراعات اللي تلت هاي المرحلة. انسجم هذا التوظيف مع منطلقات اليهود والصهيونية بأنهم يعودون إلى وطنهم الأصلي وأنهم أرقى حضاريا من أبناء المنطقة والعرب والمسلمين كما جاء في أول أدبيات هرتزل، وأنهم سيستولون على فلسطين وكل ما فيها بوصفها أرضهم ولا حقوق موروثة أو مكتسبة للعرب فيها. إن الحداثة الأوروبية التي أنبثقت من رحم الاستعمار الحديث تبنت الصهيونية مشروعا ونظرت له في حقول الفلسفة، الفكر والأدب والتاريخ والآثار، كما عملت على شيطنة العرب والمسلمين وشعوب الشرق المتخلف، كما جاء كما قال عنه الأديب السياسي اليهودي ورئيس الحكومة البريطاني بنجامين إسرائيلي، إن التوجه الفطري لدى الشعب اليهودي مضاد لمبدأ المساواة في البشر، كما كتب في رواية له عام 1933 قائلا: النضال من أجل إقامة كيان يهودي في فلسطين وإعادة بناء هيكل سليمان هو الهدف، أي اشتباك دموي بين اليهود والعرب والمسلمين على أساس ديني. هذه الحداثة في سياق اليهودية والنازية. نضيف بعد وصول هتلر إلى الحكم سنة 1933، وضع الدكتور راباي يوناثان كريتس زعيم يهود ألمانيا كتابا عنوان اسمه وير جودن نحن اليهود سنة 1934، بارك فيه في صعود النازية وأيد مبدأ التفوق العرقي النازي لليهود قائلا: سيتحول معنى الثورة الألمانية للأمة الألمانية في نهاية المطاف وتهدم الليبرالية وتنهي مبدأ اختلاط الأعراق، لذا سيعيش كل واحد منا كعرق متميز. المحور السادس تهويد المعرفة. أدى انخراط اليهود والصهيونية في حركة الحداثة الأوروبية الاستعمارية ونجاح مشروعهم الصهيوني العدواني وإنجازات دولة إسرائيل إلى قلب حالة اليهود من الدونية إلى الفوقية، في عملية أسماها الأديب والباحث ممدوح عدوان بتهويد المعرفة التي لا تزال تقوم على: أولا، غش التاريخ اليهودي من الكائنات وتقديمه اليهود والعالم على أنه ناصع البيضاء بياض، أو نفيها وتبريرها في حالات أخرى لا يمكن غسلها. ثانيا، سرقة العبقريات والبطولات يخترعون لها أصولا يهودية. ثالثا، احتكار المآسي والمعاناة ورفضهم التعاطف مع أي شعب مر بمعاناة بل يقزمونه. المحور الرابع، هذا محور تفصيلي وراح يكون طويل شوي يصير، من احتلال فلسطين سنة 1948 إلى قانون القومية سنة 2000. كان احتلال فلسطين والنكبة وما تلاها من حروب توسعية على حساب بعض الأكثر العربية ومصادرة الأراضي والخطط العسكري واللا ديمقراطية تجاه عرب فلسطين، تجسيدا لأفكار اليهودية بإقامة دولة يهودية في فلسطين وتجريد سكانها الجويم من أي حق طبيعي
لهم أو مكتسب على أرض أوطانهم والمواطنات والمواطنة بالمفهوم الدولي الحديث. تم التعبير عن هذا كله في قانون القومية سنة 2017 الذي يقول الذي يمكن القول أنه القانون المعبر والرئيس والأخطر في حياة العرب، ليس فقط في فلسطين بل في الإقليم الواقع من شواطئ المتوسط إلى تقوم شبه جزيرة العرب، أي أرض إسرائيل، لأنه يجردهم كافة من كونهم من مكانة المواطنين ويثبتهم كسكان جويم. دعونا نقرأ النص النهائي، هو قصير بس يعلق القلب. وتم اعتباره قانون أساس الدولة القومية والشعب اليهودي. أولا، المبادئ الأساسية: أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، فيها قامت دولته إسرائيل، أي أرض إسرائيل كلها. ب، دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، فيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي بتقرير المصير. لا حق للفلسطينيين بأي شيء. ج، ممارسة حق تقرير مصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي إقصاء العرب. رموز الدولة: اسم الدولة إسرائيل، دولة إسرائيل لا تندرج في المصدر. علم الدولة أبيض على البطان باللون الأزرق، في وسطه نجمة داوود الحمراء زرقاء. ك، شعار الدولة الشمعدان السباعي وعلى جنبيه غصنا زيتون وكلمة إسرائيل تحت. النشيد الوطني الدولي نشيدها تكبر. جيم، تفاصيل رموز الدولة تحدد في القانون: عاصمة الدولة القدس الكاملة والموحدة، اللغة العربية، اللغة العبرية هي لغة الدولة. كانت اللغة العربية، هذا تعليق من عندي، كانت اللغة العربية لغة رسمية في فلسطين منذ سنة 1933 إلى تم سن القانون هذا 2007. للغة العربية مكانة خاصة في الدولة. تنظيم استخدام اللغة العربية في المؤسسات أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون. يعني إذا بدك شيء من اللغة، بدك شيء باللغة العربية، أنت بدك تروح على الكنيسة وعادة تشرح كمان. لا يمكن، لا يمس المذكور هذا البين مكانة المكان الممنوح ممنوحة فعليا للغة العربية عمليا وليس قانونيا. تعليقكم: لم الشتات تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود، ولم الشتات أي لا حق للاجئين الفلسطينيين. علاقة ستة، العلاقة مع الشعب اليهودي: تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها أينما تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودا أو مواطنين. يمكن تعليق، يمكن القول أن العلاقة مع بقية طوائف يهود العالم هي حل أهم الحلقات في العلاقات الدولية، لأن كانت هذه الطوائف يعتبرون عيونا عونا وعيونا في دوائر الدول التي يعيشون فيها. ب، تعمل دولة إسرائيل في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي. ت، تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني للشعب اليهودي في الشمال في الشتات. هذا تعريفه، هذا عمليا ما يرد في سفر العدد 23 10 اللي هو ترجمته جمع منعزلا يسكن وفي الجويين لا يقترب. إني ترجموها انه شعب خاص انه يسكن في ارضه. الاستيطان اليهودي، تعتبر الدولة تطوير الاستيطان
احنا بنعرف اشياء كثيره عن الاستيطان. يوم السبت هو العطله الرسميه، هو العطله الرسميه، وهذا القانون يعتبر قانون اساس لا يستلزم اغلبيه مطلقه من الاعضاء في الكنيسه. المحور الأخير، المحور الثامن، حل لا حل من كامب ديفيد مرورا بأوسلو إلى الاتفاقيات، وصولا إلى الاتفاقيات الأخرى. يمكن القول أن الحركة القومية العربية ومن ضمنها الحركة الوطنية الفلسطينية والبلدان الخطيئة، أي أن نشأة ولادة كل منهما لم تكن من أجل أو في سياق تحرير فلسطين، بل من أجل إيجاد تسوية ما مع المستعمرين اليهود. في هذا السياق نذكر أن الباحث والدبلوماسي اليهودي موشي يادا، مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية من سنة 80 إلى سنة 85، قد وثق لقرن كامل من المحادثات لحل الصراع العربي اليهودي في مقال نشر سنة ال 2014. يخلص بالقول ان فشل هذه المحادثات بايجاد حل للصراع هو رفض العرب الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود الذي معناه موافقة العرب على اقصاء انفسهم من وطنهم ومن تاريخهم لصالح المستعمرين اليهود. يمكن القول ان اكثر المحطات في الصراع العربي اليهودي بعد النكبه هي كامب ديفيد، الذي من استحقاقاته السياسيه جعلت من مصر جزيره معزوله. وهنا لا اريد ان اضيف كثيرا، بل ساذكر خبرا مفزعا سمعناه كلنا في الاعلام المصري، الذي ذكر ان الحكومه المصريه قررت صرف مساحه الارض المزروعه بالارز من 1.5 مليون فدان إلى النصف، أي 750,000 فدان لشح المياه في الموسم القادم. هذا كل المصريين وكل الناس بيعرفوا شو معنى تداعيا. أما اتفاقيات أوسلو فقد استسلمت فيها الحركة الوطنية الفلسطينية متمثلة بمين تافه لإسرائيل المتنازلة عن حق فلسطين بالتحرير والاستقلال. وما السلطات التي منحتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية في إطار الحكم الذاتي عبارة عن جزء فقط من الصلاحيات اللي كانت بأيدي الإدارة المدنية الإسرائيلية كما يؤكد الحقوقي أنيس القصر. هناك رمزية عالية في أوسلو بتقديري، هي حرمان الفلسطينيين من حق التنازل عن أرضهم والاستسلام لليهود على أرض وطنهم. لذا جر القيادة الفلسطينية إلى ساحة من ساحات البيت الأبيض، وهناك قاموا بطقس مهين ومذل، وأجبروا الفلسطيني عن التنازل عن أرضه. كانت أوسلو وما أعقبها من اتفاقيات مع اليهود أكبر دليل على عدم رغبة اليهود وإسرائيل في حل الصراع ولو ما كان مذلا. سأنهي محاضرتي عند هذه النقطة بالحديث عن اتفاقيات الأمران مع الإمارات وبعض مشايخ كيانات الخليجية، فأقول تعتبر هذه الاتفاقيات ذروة الهزيمة والذل العربي من جهة، وذروة الغطرسة والقوة اليهودية والتحديد على اليهودية من جهة أخرى للأسباب التالية. تعود فكرة الأبراهامية إلى النبي أبراهام أو إبراهيم، الذي يعتبر ركنا مؤسسا من أركان العمارة الدينية اليهودية، أي اليهودية المسيحية والإسلام، كما ورد في التناه والقرآن وما تلاهما من أدبيات المسلمين. فهو إذن الجد المشترك للعرب واليهود وفقا للسردية الدينية. لكن عندما نقرأ القصة كما وردت في اليهودية، كما فعلت أنا في كتابي الصراع على الهوية في اليهود اليهودي وثلاثية المرأة والجنس والبول،
نكتشف ما يلي: جاء إبراهيم لاجئا من أور كسدين إلى أرض كنعان فقيرا وحيدا. كانت له زوجة تدعى سارة، وتدعى بالعربية المصيدة أو المتصلة. لم تنجب له ذرية. قامت سارة هذه بإدخاله على خادمتها هاجر التي أنجبت له ابنه إسماعيل الذي يعتبر جدها. بعدها حبلت سارة وأنجبت إسحاق الذي يعتبر جد اليهود. بما أن أبراهام كان رجلا طماع وغبيا، كل الآداب اليهودية تتفق على أنه شخص غبي. أنا يعني أنا درسته باستفاضة. كما تجمع كل الأدبيات اليهودية، بدأ بحملة مريبة جدا لجمع الدواب وما إلى ذلك من عطاء. فأدخل زوجته سارة على الفرعون طالبا منها أن تقول له: قولي أنت أختي، لذلك اليوم في كتب كثيرة اسمها إمرينا أخوتي آت، مقالات وكتب عن هذه القضية. وما فيش صفة سلبية، أنا بحكي لك عن يهود، بحكي عن يهود، ما فيش صفة سلبية إلا وصفوا به. قولي، حاول كمان مرة وأدخلها إلى ملك الفلسطينيين، ملك صادق، وقال له: عندما استفسر ملك صادق منها علم إنها زوجته، بهدلهما وطردهما. هذا مشهد مسرحي للي بيقرأه، مشهد مسرحي مبين. وفيما يتعلق بالعلاقة مع الفرعون، هناك صمت، ولم نعرف ماذا فعل مع سارة بالضبط. وعلى ما يبدو لم يسلك كما سلك ملك صادق. لذا رجحت في الكتاب المذكور أن يكون الفرعون قد مارس الجنس معها فأنجبت منه إسحاق. أما عن تقسيم تركة أبراهام، فإننا نقرأ ما يلي: أوصى الإله يهوه قائلا: جميع الأرض التي ترى الذي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك. تكوين 12:25. هذه الأرض لثالثة، تكوين 15:7. لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير، تكوين 18:21. بناء على ما تقدم من هذه النقطة، يؤمن اليهود المتدينون والصهاينة العلمانيون بين قوسين المعاصرون أنهم الورثة الوحيدون لنسل أبراهام دون الاكتراث بما لأخيه إسماعيل، الذي حسمته في كتابي أنه الوحيد من صلب أبراهام دون إسماعيل. جاء في قانون القومية التي سنته إسرائيل أنه الأرض الممتدة من شرق المتوسط إلى تقوم شبه جزيرة العرب هاي لليهود دون البوي. هسا آخر فقرة عن الاتفاقيات الإبراهيمية. قامت إسرائيل بتسمية اتفاقياتها مع الإمارات أبراهام، لتؤكد أن الصراع على فلسطين تم حسمه بواسطتها لصالح اليهود والسردية الدينية اليهودية في مواجهة التاريخ العربي الفعلي لفلسطين المنطقة. أي أن اتفاقها مع الإمارات يعلن بصريح العبارة أن قضية فلسطين منتهية ولا يخصها الاتفاق المذكور من قريب أو بعيد. مع تواتر الأحداث المعادية لعرب فلسطين منذ الطوفان للفتح، نستذكر ونكشف قصة طرد أبراهام لولده وامرأته هاجر، كما أمرته سارة قائلة: اطرد هذا الولد وأمه. وفعلا طردهما
إلى في الحر الشديد إلى برية بئر السبع. العناية الإلهية الإسلامية هي التي تدخلت وانقذتهم. وفقا لما تقدم من الحديث عن اليهودية كعقلية عنصرية ترفض التعاشر الانتراكشن مع الآخرين حتى بين الأخوة من جهة الأهل، كما في قصة أبراهام، نستنتج أن ما تفعله دولة إسرائيل من إبادة وإثناء العرب في فلسطين في غزة ينبثق من هذه العقلية اليهودية التي تعتقد أنها ستقضي على الشعب الفلسطيني من خلال تحالفاتها العربية والإقليمية في الاتفاقيات الإبراهيمية. كما أن حديث رؤساء حكومات الكيان المتعاقبين الشرق أوسط الجديد أو إسرائيلي يندرج في باب رغبتهم استملاك والسيطرة على الأرض التي لا يزالون يسمونها أرض إسرائيل. بالمناسبة، رغم أنه نتنياهو ذكرها، سموتريتش ذكرها، لم يحتج أحد من حلفائهم من الإطار العربي. لم يحتج يقول لهم، يعني انه رغم احنا عاملين سلام معكم انتم تسيطروا على بلادنا. انا هنا انهيت محاضرتي، يسعدني اني اسمع مداخلات واسمع اسئله، مش اكثر للاجابه عليها بل للاستناره منها. شكري الجزيل لك على هذه المتعة وتلك السياحة اللي عرضت فيها الموضوع من خلال هذه المحاور السبعة تقريبا، ثمانية. ثمان محاور. وأنا يعني كلمة إسرائيل الاستعمارية وحدها بتجذب الأنظار، لأننا لا نستخدم هذا اللفظ باستمرار على أنه هو المشروع، مشروع جزء من الاستعمار. إحنا هنفتح الباب طبعا للناس اللي موجودين معانا في دوار تفكير هنا، وفي علامة القلب تحت لو أنت عندك على الديسكتوب اللي هي رياكت، بتطلب منها الكلمة برفع اليد. و خلاص، انتوا اعملوا كل شيء معي، وانا لا مش انت، احنا بنتكلم عن الناس اللي هي هتطلب الكلمة. انا هاي كل قدراتي قبل. انت ليس لك الا ان نسألك وترد على الاسئلة او تفكر فيه. انا بقول للناس اللي معانا الحضور يعني. الاستاذ احمد عرض طبعا المفاهيم اليهودية الدينية باستفاضة كمان، لكن الأمر محتاج تفصيل أكتر مننا. يعني هو اتكلم على اليهود والجويم وإزاي إن هي الترجمة حتى اللي بتحدث عندنا مختلفة عن المعنى الديني كما هو درسه. تعرض لقصة العماليق التي أتى بها نتنياهو في تصريحاته، تعرض لنقاط حركة اليهود في المجتمعات الأوروبية ما قبل التنوير وماذا حدث في فترة التنوير في أوروبا. تكلم عن دور موسى بن ميمون في الاتجاه إلى التوحيد، والدراسات سواء مواقف مفكرين يهود أو غير يهود في الحداثة الأوروبية وتحليلاتهم لوضع اليهود في تلك الثقافة، واتكلم عن الصهيونية ازاي اندمجت او دمجت اليهودية في الحداثة الغربية، واتكلم على تهويد المعرفة وذكر مجموعة اركان لهذه العملية، عملية التهويد. وهو فصل في قانون القومية اللي صدر في اسرائيل 2017 وازاي هو بيحاول يأكد هوية الدولة بأنها دولة يهودية أو دولة لليهود في مقابل حقوق العرب والفلسطينيين. تكلم عن الاتفاقيات التي حدثت بداية من كامب ديفيد إلى إبراهام
اتفاقات ابراهام في 2017، وازاي انه كامب ديفيد حولت الوضع، كانت نقطة انتقالية في تحويل مصر إلى جزيرة. والأمر بينكم الآن، يعني للتداخل مع هذا الطرح، لأن احنا محتاجين ننتقل أبعد شوية من كل ما هو يوم بيوم، إلى أن نصل إلى عمق الصراع فين. وهذا ما يسعى إليه الأستاذ أحمد أشقر، بدل من التفاعل بس مع فقط مع ما هو سياسي، مع ما هو يومي، مع ما هو حالي وآني. وأنا شايف الآن الدكتور أكمل صفوت والأستاذ محمد عوض والأستاذ أشرف أنديل، فهنبتدي بأكمل. اتفضل اعمل أميوت. شكرا يا جمال، متهيألي أنا عامل أميوت ولا مش سامعني؟ لا ايه اتفضل، يعني انا ده السيبه لازم تكون كده. لا طيب شكرا. شكرا جدا على المحاضرة. أنا كان ليا سؤال بس توضيحي استوضاح أو يعني استضاحية مش أكتر، يعني لأن الأستاذ أحمد اتكلم عن رفض اليهود للتنوير الأوروبي، بس أنا محتاج يعني أفهم أكتر من كده شوية، يقصد إيه بالظبط وأنهي تنوير في أنهي وقت ورفضوه إزاي، مين كتب إيه، يعني من باب توضيح النقطة دي لأنها مهمة يعني متهيألي في وجهة نظري. يعني احنا خلينا بنقدر نبلش من رفض مفاهيم التنوير من بدايات سبينوزا في القرن السادس عشر على ما اعتقد، السادس عشر تذكر بالضبط، انه سبينوزا والمثير هنا انه استند في بداية فلسفة موقف من التنوير على ابن رشد والمعتزلة، لأنه أهله كانوا من المطرودين من الأندلس، ومعروف إنه كثير من اليهود اللي طردوا من الأندلس راحوا على هولندا، وهناك بلش عندهم بزنس طباعة. بعد الفترة في القرن التاسع عشر، عمليا كثير من النخب الأوروبية في العالم في أوروبا انخرطت في التنوير. اليهود ما انخرطوا كثيرا في التنوير، بل بقيوا أسرى العقلية تبعتهم، وبقيوا أسرى المناطق اللي عاشوا فيها، حتى لدرجة إنه في أدبيات، يعني أنا مش متخصص بهاي الفترة بس أنا بقدر أحكي أكم من جملة فيها، لدرجة إنه في مجموعات يهودية قامت بقتل كثير من التنويريين، من التنويريين بينهم، ولكن هن رفضوا فكرة المساواة بين البشر. حتى في هوامش الخطاب الليبرالي اليهودي اليوم اللي بنقرأه احنا او بنقرأه قرأنا السابق، انه دائما بيحكوا عن مكانة خاصة لإلهم، يعني هني ما بيقولوا نحن افضل من الاخرين، ولكن بيقولوا احنا مكانة خاصة، احنا شعب عريق، واحنا كذا وكذا. يعني هذا من هنا اجت فكرة رفضهم للتنوير. ولذلك وقتما احنا بنفحص بتاريخ التنوير الاوروبي ما بنلاقي اسماء يهوديه كثير. بنلاقي ممكن نلاقي اسماء يهوديه اكثر شويه موجودين كانوا شوي صغيره في فيينا وفي برلين.
أما في بقية المناطق إحنا ما شفنا تنويريين. هسا اللي نشأوا على هامش حركة التنوير وما اندمجوا فيها هم عمليا بالتالي شكلوا الصهيونية وانخرطوا في المشروع. هذا عندي ما أقوله في الموضوع. ماشي. وأنا عندي تساؤل بس هخليه بعد الأستاذ نبيل. هناخد دلوقتي الأستاذ محمد عوض، اعمل أميوت. مساء الخير، مساء الخير. أشكر الدكتور أحمد الأشقر، شكرا جزيلا على المحاضرة، يعني المقسمة تقسيم منهجي ومفيدة جدا. أنا الحقيقة عندي تساؤل، بما أن حضرتك في هذا المجال، يعني في الدراسات اليهودية، يعني أنا كان آخر كتاب قريته عن تاريخ اليهود، يعني ما اعرفش حتى اذا كان اللي كاتب يهودي الاصل ولا لا، اسمه جيري مولر، كان عن الرأسمالية واليهود، يعني The Capitalism and the Jews. والحقيقة هو كان بيسرد بعض الصفات اللي فيها يعني تقدير شوية للشعب اليهودي، وخصوصا في الفترة قبل حتى عصر التنوير ما يغزو يعني بشكل جامد، كان في نهاية القرن الثامن عشر أظن. واللي كان بيقولوا إن هو كان ليهم تفوق نوعي في بعض المهن والنشاطات الاقتصادية، وكمان في الاهتمام بتعليم النشء يعني. وكان بيرجع ذلك إلى أسباب لها علاقة بالديانة بتاعتهم، الديانة مادية شوية، ما هيش ديانة روحانية، والاهتمام الشديد زي ما حضرتك بتقول كده بالطائفة، لأن هم في الآخر طائفة يعني منغلقة، وتحتاج إن هي تكون دايما أفضل من غيرها نتيجة تعرضها للاضطهاد وهكذا. وكان من نتيجة ذلك إن هم لما حصلت بقى يعني الأحداث بتاعة القرون اللي بعد كده، كانوا هم عندهم تفوق نوعي بغض النظر عن هم طائفة مضطهدة ولا لا، تفوق نوعي مكنهم من ان هم يكون منهم ساسة وقادة ومحاميين وناس على مستوى عالي من التعليم. انا مش بتكلم بمنطلق حكمي عليهم، انا بس بقول تفوقهم النوعي ده سمح لهم ان هم يكونوا مؤثرين اكتر في سياسات الدول العظمى، سواء كانت فرنسا، بريطانيا، أمريكا، ويكونوا كمان أوفر ريبريزنتد كعدد في الجامعات مثلا الأمريكية. حتى بنشوف أثر ذلك في قد إيه مثلا نشاط طلابي بسيط بيعادي الهجوم بتاع غزة، أو بيعادي يعني الحرب بتاعت إسرائيل على غزة في جامعة أمريكية، ممكن يكون ليه عواقب سيئة. وده معناه إن كتير من قادة الجامعات دي ليهم علاقة باللوبي الصهيوني. حضرتك تفسر الكلام ده، أو يعني رأيك فيه إيه اللي هو التفوق النوعي بتاعهم، أنا بقدر أقول إذا رأيي. كان صحيح ولا غلط؟ آه لا أنا بقدر أقول رأيي أنا بقدر أقول رأيي أنا بتقديري في البداية اليهود اكتسبوا أموالهم وراكموها من الربا لأنه كانت ممنوعة على المسيحيين فترات طويلة، وهاي المصائل الأموال اللي جمعوها من الربا مثلا تم استخدامها بإعطاء قروض لأمراء أسبانيا في الحملة الفرنسية في الحروب الصليبية. وفي مجلة اسمها إبداع مصرية بالتسعينات في مقال لخبيرة مؤرخة مصرية كتبت عن الموضوع. احنا اللي بنقدر نحكي فيه هنا انه هن راكموا اموال من الربا في فترات معينه. طبعا تم يعني الفترات اللاحقه اللي بعد لوثر، اللي فتره الاصلاح اللي كانوا بحاجه لاموالهم
ومن هنا نحكي عن مسيرة تم استيعاب، بالتالي في حركة تم استيعاب اليهود الصهاينة في حركة الاستعمار. ولكن انه هني مجموعة نوعية مثقفة، هذا مش صحيح، لانه غالبية اليهود باستثناء يهود المشرق العربي لم يقدسوا العمل، ولم يدرسوا علوم وعلوم غير دينية. مثلا لحديت اليوم اليهود الأشكناز الغربيين بناقشوا هل اليهودي المتدين يخرج إلى العمل أو ما يخرجش إلى العمل، علما أنه في فتاوى من الثلاثينات عند يهود اليمن أنه على الرجال اليهود كلهم الخروج إلى العمل. حتى أحكي عن مصيبة اليهود المتدينين في المعركة، إنه مرة بقرأ تقرير عن إنه الدولة بدها تعلم الطلاب الأولاد المتدينين الفريدين الرياضيات والحساب والإنجليزي. شو إحدى المديرات بتقول؟ تقول أمنيتي إنه يطلعوا طلابي وقت ما بفوتوا يشتروا من السوبر ماركت 100 شيكل، يعرفوا قديش البياع بيرجع لهم أو برجع. هاي قضية التفوق، هاي أنا بتقديري هاي جزء من عملية تهويد المعرفة. ولكن إنه راكموا أموال من خلال الربا ونشاطات أخرى كانت ممنوعة. مثلا مثال بسيط، مثلا في يهود بتشيلي اصلا هي من تشيكوسلوفاكيا. مثلا بسال واحدة، شو جاب يهود تشيكوسلوفاكيا على تشيلي؟ ضحكت بتقول التجار اليهود اخذوا كثير نساء عاهرات من تشيكوسلوفاكيا على تشيلي. هاي قضية التفوق، زي ما قلنا انه هاي تندرج في باب تهويد المعرفة. تهويد المعرفة. وفي بتقديري كمان في تهويل كثير 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 عن قدراتهم وعن تأثيرهم في العالم وعن إنجازاتهم. يعني مثلا اليوم مثلا بيفتح السؤال ما يفتح السؤال السؤال مثلا ليش انه اسرائيل رغم انها اخترعت مقلاع داوود والخيط والقبة الحديدية، ليش مش قادرة تسقط صواريخ؟ علما انه قالت في ادبياتها انه هذه قادرة على اسقاط 96.5% من الصواريخ. بنكتشف انه هذا جزء من اكاذيب. هذا يعني انه اليوم العلماء صاروا يفهموا انتوا اعطيتونا معلومات كاذبه، معلومات خاطئه. وهذا الباب اللي انت بتحكي بيه بناء على الكتاب. لا، انه يهود اوروبا مثلا المستعمرين اليهود، مثلا مين بنى اجهزه المخابرات وزاره الخارجيه في اسرائيل بعد النكبه؟ مش يهود اوروبا اللي بنوها، يهود العراق ويهود مصر ويهود سوريا. لأنه يهود أوروبا أجوا فلاحين. يعني في مبالغات يجب أن توضع في سياقها في مكانها. الأمر بيحتاج إلى دراسة أعمق مننا، لأن برضه وعينا عن إسرائيل سطحي، يعني بتكلم عن الثقافة العربية بشكل عام. هناخد دلوقتي الأستاذ أشرف أنديل، اتفضل اعمل أميوت، وبعد منه الأستاذ نبيل. مساء الخير على الجميع، وألف شكر للأستاذ أحمد على المحاضرة الرائعة والدسمة. هو كنت بس بطلب من الأستاذ أحمد يوضح لنا
دايما في بحس ان في خلط في الثقافه عندنا بين الديانه اليهوديه كدين وفكره الصهيونيه يعني كقوميه او فكره قوميه او فكره اساسا على حسب معلوماتي، وصحح لي استاذ احمد، ان هي فكره الصهيونيه بدات كفكره يعني من البروتستانت تقريبا لحل المساله اليهوديه في الغرب يعني، وهي فكره علمانيه وابتدت ولقت مقاومه من اليهود تقليديا، لان هم كانوا بيشوفوا ان ما ينفعش تدخل بشري لاحداث اراده الهيه وهي تجميع اليهود، لان دي عقيده عند اليهود والمسيحيين اللي هي تجميع اليهود في اخر الزمان في ارض الميعاد. هما كانوا شايفين ان هي ده هيحصل باراده الهيه وليس بتدخل بشري زي ما البروتستانت في الغرب كانوا بيحاولوا يقنعوا اليهود بيها. المهم يعني ظهرت الصهيونيه ونشات اسرائيل، وطبعا الدكتور استاذ احمد ممكن يقول لنا الانواع المختلفه من الصهيونات اللي موجوده يعني الثقافيه والعماليه والسياسيه وانا بس عايز استاذ احمد سؤال محدد خاص بالصهيونيه اللي هو يقال ان هي متسيده دلوقتي او السائده في اسرائيل، واللي هي المراجعيه او التصحيحيه اللي هي اسسها فلاديمير جابوتينسكي اللي هو بيقول عليه الاب الروحي لنتنياهو، هو بيقول هو نفسه بيقول انا تلميذ جابوتينسكي، وده كان متشدد جدا، وحتى ديفيد بن غوريون وصفه انه تروتسكي الحركه الصهيونيه يعني من كتر تشدده، وهو صاحب اللي بيتطبق دلوقتي في غزه هي دي اللي نظر لها من 100 سنه وصل يا بالظبط أشرف، جابوتينسكي. وصل يا أشرف. فعايز اعرف دور جابوتينسكي في راي استاذ احمد في اللي بيحصل دلوقتي في غزه. أنا مش راح أحكي عن دور جابوتينسكي، مش راح أحكي، أنا بدي أقول لك التالي. الأدبيات العربية اليسارية والعلمانية وما أدراك قالوا إنه الصهيونية هي حركة رجعية علمانية. أنا أصدرت كتاب بال2017 عنوانه كالتالي: من التهجير إلى الإبادة، الصهيونية هي الفقه المعاصر لليهودية. في عندي كمان محاضرة ألقيتها في الجمعية الفلسفية بعمان سنة 2017 بعد منشورة، حكيت البعد المغير عن شو مفاهيم الصهيونية في الحياة السياسية اليومية في إسرائيل. ولذلك أنت وقت ما حكيت عن أنواع الحركة الصهيونية، هذا موضوع بتقديري بالنسبة إلي على الأقل لا قيمة له، لأنه هاي الحركات كلياتها حركات تقاسم وتكامل وظيفي، وأنا بشوفها هيك، وأنا عمليا أنا ما تخصصت فيها، ما اهتميت فيها يعني ما جذب انتباهي، ما جذب اهتمامي. أنا اهتميت كيف اليهودية، كيف اليهودية تتجلى في السياسة والحياة اليومية في إسرائيل. بالمناسبة بن غوريون اللي يعتبروه غالبية الناس هو علماني، كان يجمع مساء كل السبت قيادة الأركان والوزراء ويشرح لهم فصل من فصول التناخ. هاي احنا كيف شفنا اليهودية، العرب كيف شافوا اليهودية مسألة، العرب كيف شافوا الصهيوني مسألة، وهن كيف شافوا حالهم مسألة أخرى. معرفتنا لهذه التقسيمات لا تفيدنا، لأنهم كلهم واحد في العداء والعدوان عليهم. هذا جوابي. الدكتور نبيل، تفضل. طيب، أهلا أهلا سامعين. أهلا وسهلا في الجميع، وبشرفني هذا النقاش الرائع الموضوعي. وأنا بدي أحكي من ناحية موضوعية، طبعا أنا بدرس مادة علم الاجتماع السوسيولوجي والسيكولوجي بجامعة القدس في أبو ديس،
في الأرض المغتصبة أو المحتلة. أخوي أحمد قدم باك جراوند، هذا الباك جراوند التاريخي المتسلسل مستوحي من السرديه في السرديه بالتوراه والاراء والافكار للمؤرخين اللي عندكم. انا يعني انطلقت هنا بهذه المداخله من نقطه مركزيه. النقطه المركزيه سوسيولوجيا هم غير متقبلين الاخرين. الاخرين بالنسبه لهم اغيار. وبالتالي هون نقطة مركزية أنا بدي أحكي فيها. أول ما دخلوا عني سنة 67 كانوا يقولوا عن العيش المشترك والسلام مع العرب، وإحنا لو عملنا سلام مع العرب كان إحنا منعيش بشكل ممتاز، وما بعد اتفاقيات أوسلو كنا نلتقي فيهم إحنا بدنا دولة فلسطينية. طبعا هم لا قبلوا دولة فلسطين، حل الدولتين، ولا قبلوا النموذج الافريقي بجنوب افريقيا ولا جنوب سنغافوره. وبالتالي هنا يعني ما يطرحونه شيء كانوا، وما ينفذ على ارض الواقع شيء اخر. هنا انا انطلق من هذه المحاضره في نقطه مركزيه. وين بدهم يصلوا بطريقه معينه؟ انا الان اتابع الاعلام سيدي وعزيزي، ارى ان هي اسرائيل مش فلسطين. هي من النيل للفرات. العربي الجيد هو العربي الميت. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل في اعتقادك يا أخي العزيز أستاذ أحمد أشقر، أمام هذه الأيديولوجية وأمام سرديتهم وأمام طرحهم بعدم تقبل الآخر، ستستمر هذه الدولة بالرغم إحنا اتفقنا في سنة 2000 الأرض مقابل السلام، والفلسطينيين أنفسهم عملوا اتفاقيات أوسلو والدول العربية تقبلتهم ولكنهم رفضوا؟ أنا يعني حقيقة هذه الدولة وهذا النموذج الذي رافض أنه قيام دولتين، أو أنا ما عنديش تكون دولة مشتركة زي تجربة جنوب أفريقيا، زي سنغافورة. سنغافورة فيها 100 ملي وفيها 100 دين وشوف وين وصلت، لكن هم في سياستهم بدهم يهجروا الفلسطينيين بمآسي الفلسطينيين، لا أهلنا في مصر، كل الاعتزاز لشعوبنا العربية، وأنا أكون مأساة في الشعوب العربية. الآن بقول هذه السياسة المتعنتة والتي رافضة جميع الحلول ورافضة كل شيء، ومن خلال كلامه أنا كنت في الأول أفصل ما بين اليهودية كدين والصهيونية كحركة استعمارية، ولكن صدقني الآن من خلال ما شاهدته في المذابح والتشديد والوعيد واللي عم بشوفه إنهم رافضين إشي اسمه عربي في فلسطين، حتى رافضين كل إشي عربي اسمه في عالم العربي ووطن العربي. هنا سؤالي، هذه السياسة من خلال السردية التاريخية اللي قدمها، أنا يعني مبسوط كثير في منهجيته لأنه قدم سردية وقدم فيها المحاور، الثمان محاور، واستنتج، ولكن رأيت هذه السردية يا سيد العزيز تتطابق مع أرض الواقع. وشاكرا لكم يعني صبركم علي واستماعكم إلي يعني. ده أبدا نسمعك طبعا، ده صوتك يسعدنا. شكرا نبيل، نبيل نبيل أستاذ إعلامي في الجامعة، هذا لازم أقوله أول شيء. طبعا أشكرك. طلع أنا أنهيت. أنا الطرح المركزي تبعي إنه فيش حل، والأسباب اللي عرضتها أنا، وهاي عمليا إنه فيش حل، هذا مش رغبة عندي أو مش موقف أيديولوجي، هذا هو الواقع. العرب في أوسلو راحوا راكعين، احنا عند ايديكم الطيبه اعطونا شو بدكم واحنا قابلين، حتى هاي ما قبلوهم. يعني انا اشرت يعني انه هو الاخطر خطوه في الاتفاقيات الابراهيميه،
انه احنا كمان بدنا نمشيكم التاريخ، بدنا نقتلكم بيكم. قبل 3 اسابيع من بدء طوفان الاقصى كان نتنياهو بالامم المتحده نعم قال على الفلسطينيين ان يدركوا ان انتهى كل شيء ولا يحق لهم الاستئناف. هذا اللي وصلته اسرائيل وهذا اللي بتعمله فيه طول عمرها. ما يعني ما انا ما بدي افسر اكثر من هيك. دكتور وليد طلب الكلمة، تفضل. وفي مساء الخير سؤالين. مساء الخير، تفضل. وشكرا استاذ احمد على هذه المداخله القيمه. في حقيقه الامر يعني انا مقتنع تماما انه الفصل بين اليهوديه والصهيونيه يعني مساله خاطئه، يعني ثبتت تماما، لانه الفكره الصهيونيه معتمده على اليهوديه وهم وجهان لعمله واحده. انا يعني اسمحوا لي للناس اللي بيعتبروا اليهودية هي دين من الأديان الثلاث واحترامنا لليهود، بس إحنا مشكلتنا مع الصهيونية. هذا أولا. ثانيا، المحاضرة مثل هيك محاضرات يجب أن دائما تتكرر لسبب. إحنا دائما نركز على البعد السياسي بيننا وبينهم. عمرناش زي ما حكيت حضرتك دكتور جمال انه احنا معرفتنا سطحيه عنهم، حتى احنا جيرانهم، حتى احنا جيرانهم. هاي انا من الشباك شايف مستوطنتهم، مين الشباك من عندي شايف مستوطنتهم، انت في القدس، في القدس، وانا ما بقدرش اوصل القدس، انا الان في بيت لحم وهي اضواهم وانا ما بقدرش اوصل هناك. المشكله في الموضوع انه احنا ما بنعرفش عنهم ثقافيا، ما بنعرفش عنهم دينيا، حتى اديانهم. انا بتحدث، هل معظم كم واحد منا الموجودين في منا 22 واحد، كم واحد منا بيعرف عن مناسبات اعيادهم؟ شو ليش البيسح وليش السكوت وليش المظله الى اخره؟ كيف تطورت اللغه العبريه الحديثه؟ يعني يعني شو التاريخ، يعني كيف المؤرخين بكتبوا الى اخره؟ لغاتهم يعني ثقافتهم. وبالتالي احنا يجب ان هذه المحاضرات تتكرر حتى نعرف طريقة تفكيرهم من كافة الاتجاهات. أنا دائما بقولهم أنتوا جماعة مش ممكن إنه الصراع ينتهي بينه وبينكم لسبب بسيط. أنتم بتقولوا الأمن والأمن، أنتوا الأمن الخارجي أنتوا فارضينه بالقوة العسكرية، بس أنتوا دائما مهزوزين داخليا. يعني دائما عندكم مشكلة الأمن الداخلي، مشكلة الجيتوات، وهذه من الناحية النفسية احنا لازم ندرس تماما. لو فرويد حكى عنها، فرويد كيهودي حكى عنها، حتى هرتزل كان يعتبره. انا الاسبوع الماضي كنت في فيينا على فكرة، وزرت محل مكان عايش هرتزل، وبالصدفة فاتح في واحد فلسطيني من دار عبد الهادي من قرايب الدكتور نبيل فاتح بيتزا محل مكان هرتزل، محل مكان هرتزل عايش. وانا من جماعتك يا دكتور نبيل من عصيرة الشمالية من دار عبد الهادي، ايوه وانا اكلت بيتزا هناك وشفت يلا ممتاز ممتاز نازل الكل وفي الواقع على الطرف الثاني من الشارع، يعني في 19 اللي الشارع كان عايش فرويد، كان هرتزل يعتبر فرويد يهودي غير جيد، ولم يقرأ كتابه الذي ارسلوا له، لانه يعني هو ما اقتنعش في فكرة هرسل. ففي الواقع انه يعني فرويد حكى عن هذا الموسى والتوحيد، وحكى عن على فكرة قال عقدة اليهود الحضارة المصرية القديمة. هم العقدة عندهم حضارتين، الحضارة المصرية القديمة والحضارة البابلية. احنا خلونا واحنا صغار ندرس في المدارس والاديان وكذا والاخرين، نحقد على واحد اسمه فرعون ونحقد على نبوخذ نصر ومش عارف، وهذول اعظم قاده في التاريخ، وهذول قدموا للعالم يعني قمه الحضارات. يعني وبالتالي يعني عبوا دماغنا بكلها خرافات من عندهم. حتى يعني انا بقول، انا عندي يعني نظريه بتقول انه هم احتلوا عقولنا. احنا اصحاب الديانات السماويه، احنا بندافع عنهم اكثر منهم. احنا احتلوا عقولنا قبل 3000 سنه، بس اجوا احتلونا على ارض سنه 1948. فهم
يا مسكروا ادمغتنا من زمان. انا كمان بقولهم انتوا على فرض انه انتوا يهود، انتوا احفاد يهود الامس، وطبعا هذا معروف ان هم مش يهود، اليهود الاشكناز هم يهود الخزر، ما لهم علاقه باليهود اللي كانوا عايشين قبل 3000 سنه، لانه احنا احفاد هذول اليهود اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت. يعني انا قد يكون انا كفلسطيني في دم يهودي من يهود الامس الذين هم كانوا قبائل كنعانيه وتهودت اكثر مليون مره من يهود الاشكناز. انا بقول لهم على فرض، انا بدي اوافق معكم على خطا انه انتم سلاله اليهود الامس. طب في فلسطين بذلك الوقت كان عايش 100 قوميه، كان كثير من الاعراق والقوميات، كان الحثيين والاموريين والكنعانيين والفلسطينيين، كان يسموهم الفلسطينيين والى اخره. طب انتوا كنتوا عايشين معهم، اشمعنى انتوا مش قادرين تعيشوا الان مع الفلسطينيين لوحدهم؟ ثانيا، اذا انتوا بتقولوا رجعتوا على فلسطين، اذا رجعتوا على فلسطين بارض الميعاد ومن هالكلام والاساطير هاي، انتوا الضفه الغربيه بالنسبه لكم مقدسه مش الساحل، اعطونا الساحل وخذوا الضفه الغربيه. وبالتالي كل 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 ادعاءاتهم هذا بيثبت، بمعنى انه هي مشروع استعماري كولونيالي، هو مشروع غربي بدأت بالمسيحيه الصهيونيه واكتمل نقطتك بالصهيونيين. وصلت، نقطتك وصلت. بس عفوا، بس اخر شيء، انا راح يصدر لي كتاب عن قريب اسمه اسرائيل من الفكره، عنوانه اسرائيل من الفكره الى الدوله، هل الى زوال؟ طبعا انا ما عندي الجواب انه الى زوال ولا، فبس طيب انا احنا نعمل ندوة عن هذا الكتاب حين يصدر، يعني بالضبط هو بصدوره. حيصدر خلال فتره قصيره، بس انا بدي انهي بنقطه معينه. تفضل. انا 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 بعطي الحقائق وما عندي جواب، بس انا بخلي القارئ هو يستنتج. انا طبعا عندي استنتاج الخاص انه هل الى زوال ولا لا، بس القارئ، انا ما بقول للقارئ انه هي الى زوال ولا، بس في الواقع في اخر تشابتر، التشابتر الرابع، انا بركز على مؤتمرات هرتسليا، وحاكي كثير عن مؤتمرات هرتسليا اللي هي بسموها المناعه القوميه والى اخره، كل المؤتمرات بتاعتهم حول المساله، التحديات الوجوديه بتاعتهم. يعني الفرنسيين بيجتمعوا عشان بقول لك فرنسا الى زوال ولا لا، ولا الالمان بيجتمعوا بيقولوا المانيا ولا لا في الى زوال ولا لا، هم عندهم مشكله وجوديه، وبالتالي ما في ام داخلهم، وبالتالي ولا ممكن هم يعملوا تسويه مع اي واحد غير يهود. نعم، هو وشكرا. طبعا دكتور وليد هو موافق على طرحك، فهو لم يقدم سؤالا. لو عندك انت تعليق يا استاذ لا احمد. انا كل يوم انا بحكي انا وليد، كل يوم انا بحكي انا وليد، ما هو وليد بس خطوات سريعه. انا كنت بدي اقول انه عندما يصدر كتاب وليد سنحتفل به هنا، طبعا طبعا، بس سبقني نعم، ونحتفي به هنا أيضا كمان في صالون تفكير. لا احنا هذه في دعوة. صوره كثير، نعم نعم في صوره كثير. دكتور عبد الباسط، اتفضل، اعمل أميوت. مساء الخير، تحياتي أهلا وسهلا. ومحاضرة ممتعة. كان لي تعليق وسؤالين. التعليق أولا، هو في حالة من حالات التداخل الشديد بين ما قدمته اليهودية وما يقدمه الإسلام، وكثير كثير كثير من تراثنا التفسيري وكثير من تصوراتنا حول العالم وكثير من أفكارنا اللاهوتية، واللاهوتية يعني كأن بنتكلم عن عقيدة، عن علم الكلام، مش تجربة الإيمان، هي تصورات صدى وتأثر وتفاعل مع النسخة العبرانية في شبه الجزيرة العربية. ففكرة يعني الدخول في نوع من أنواع التفكيك أو خلخلة التصورات اليهودية عن هذا المكان من العالم، لابد أن يسبقها أو أن يواكبها إعادة بناء خلخلة لكثير من التصورات الإسلامية عن مفهوم الأرض المباركة والأرض المقدسة، كثير كثير من الأشياء.
ويمكن في فصل من كتابي الذي سيصدر قريبا تحديات في طريق إصلاح الوعي الديني، في فصل من هذه الفصول كنت حاولت أنشره كبحث ولكن تم يعني الجهات تحفظت على النشر، اسمه من جناية الخطاب الديني تفاصيل أو تفصيل تاريخ الأنبياء، وهو بيشتبك مع سرديات القرآن الكريم، يعني مش ليس على سبيل الرفض ولكن على سبيل إعادة هيكلة وتحديد أين يقف المقدس وأين دخلت التصورات الأسطورية والشعبية المستمدة من البيئة العربية وشبه الجزيرة العربية في اشتباكها مع الفكر العبراني. وممكن إن شاء الله برضو مع صدور الكتاب ممكن نخلي الفصل ده يعرف بالكتاب إن شاء الله من خلال صالون التفكير. إن شاء الله. أعود للسؤالين. السؤال الأول، يعني هل من الممكن أو كيف أو ما السبيل إلى الاشتباك الفكري أو إلى التغيير داخل هذا المجتمع، داخل هذا الكيان التوسعي الاستعماري؟ هل يوجد داخل هذا المجتمع عناصر ولو نسبة ما، هذه النسبة ترفض هذا التصور أو تختلف مع هذا التصور؟ يعني النسبة، وهل من الممكن أن يكونوا نواة للتغيير أو لمسار مختلف؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف ترى الأفق؟ وهل نحن أمام صراعات ستظل صراعات دينية وصراعات على في المربعات الصفرية التي نعيشها الآن، أم أن هناك أفق آخر؟ يعني كل المودة وكل التقدير. شكرا ليك. أنا اللي أثارني أكثر شيء الملاحظة تبعتك. أنا بتقديري الأمر يختلف عن العرب. الإسرائيليات هاي كانت قصص متداولة في جزيرة العرب. والمنطقة اليوم معروفة بالوطن العربي. اليهود وقت ما دونوا قصصهم دونوا، والإسلام دون. بس احنا ما بنقدر نقول ان الاسلام اخذ منهم. هذا واحد. مساله قضيه وحده الاله لم يرد في التناخ عن وحده اله. والهه متعدده. البروفيسور لايبوفيتش احد كبار المفكرين اليهود اعتبر اهم اسهام لابن ميمون انه جاب وحدة الآلهة، بس ما قالش منين جابها من الإسلام. هذا اللي برجع لكتابي في نص عن الموضوع. بس كمان بتيجي قضية فهم. مثلا المشناة تراث لابن ميمون هي عمليا قراءة إسلامية للتلمود. المشناة تراث مبنية على 3 أحكام. التلمود مبني على 3 أحكام. المشناة تراث ابن ميمون بناها على 5 أحكام الإسلامية أوضح. زائد إنه في كتير فتاوى في التلمود فيش حدا بفهمها. أنا صادرتني رحت عند خبراء ما فيش. هسا بيجي باقي السؤال. انا ما بعتقد انه في حدا تقدر تتعاون معه. انا ابن هاي البلاد، درست في جامعات، انا عايش هناك. انت اذا انت بدك ايش معهم، انه هن بحطوا صف وهن بحطوا الارضيه، على هن شروطهم هم. على شروطهم هم وعلى قلتهم بالمناسبه. يعني ولا مره كانوا مجموعات مؤثره. لذلك انا بعتقد يعني حتى الناس اللي حاولت تتحاور معهم وحاولت تبني مشاريع معهم ما زبطت، لانه
انت بعالم مختلف كليا، واحنا بعالم مختلف كليا. بالنسبة لسؤالك الآخر، عن إمكانية تغيير المشهد الحالي ده بنعمل إيه؟ وفي سؤال كمان كتبه أشرف في التعليق، يعني بيقول الخلاصة يعني ما فيش غير سيناريو الحرب الدينية للنهاية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. اسمع على ما يبدو احنا العلمانيين العرب نخاف من استخدام الدين، وهذا مش هذا اللي اعتقد انه مش مظبوط. طالما انت بتحط الصراع في سياق الديني، انا بدي سياق اخر. احنا العلمانيين العرب روحنا على سياق تسوي، ما زبطت ما زبطت ولا راح تزبط. ما زبطت يعني. هذا مهم، هذا مهم انك تعطي كريدت للناس هاي المؤمنين. احنا حاولنا، يسار يمين ليبرالي، داعش حاولنا مشترك ما حاولنا زبط. حاولنا 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 ما زبط. لانه كمان مره جوهر منطلقاته دينيه، حتى العلماني، لدرجه انه في باحث اسمه امن الراز كوركسن، شو بقول؟ الله غير موجود، يعني تحكم اليهود، بقول له الله غير موجود، ولكن هو اعطانا هاي الارض. انت كيف بدك تتعامل مع هاي العقليه؟ فلذلك يعني انا اليوم اذا بدنا نحكي احنا كعرب، احنا ممكن نحكي كعرب احنا كيف نشوف حالنا في خضم هذا الصراع. اما مش تفكر انه انت بدك تروح، يعني مش ملاقيين، يعني الناس اللي عاشوا مع اليهود مش ملاقيين واحد يحكوا معاه. انا بحكي عن العرب، والعمال العرب في الدائره في منطقه ال 48 بيعرفوا انه بقول لك احنا بنشتغل مع بعض على صفيح ساخن، مش حدا بده يسمعك. باللحظه اللي بتنزل قطره دم يهودي ولع، اما ينزل كل دم الكون مش مهم. هذيك اليوم وقت ما كانوا يحكوا عن اغتيال احد القاده في حزب الله، قتلوا 1600 واحد وضربوا بقتل وقاد اثنين 160 طن متعنجرات. 160,000، 160,000 هذا رقم. هذا 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 اللي بحارب. هذا بكره بيجي بيشتغل شغله، بصير من رياده حركه السلام. فاذا على العرب انه خلاص هذا الوهم العرب ينسوه. احنا هسه ندبر امورنا، احنا المنطقه مش على صفيح ساخن. المنطقه قد تلتهب، قد تلتهب التهاب لم يعرف التاريخ بين لحظه واخرى. هذا لازم نفكر فيه احنا. هيظل سؤال دكتور عبد الباسط اللي في النهاية برضو، طب ما السبيل؟ لكن طلع. سبيل مع اليهود، حاولنا، صرنا بنحاول مع اليهود قرن ونص. نعم، اوكي، شو النتيجه؟ اليهودي اول شيء بقول لك انت لازم تعترف انه في حق لدوله اسرائيل. حق لدوله اسرائيل هذا بينسى كل حقوقك. نعم. انه مش انه في حلول فشل، في مشاكل فشل حلول، لازم نعترف فيها. اعترف، هذا مليح اعترف فيه حتى لا نبقى عايشين في الوهم. شو؟ اوكي، حاولنا. هيا انا لخصت لكم دراسه موشيادة، 100 قرن من المفاوضات. بقول المفاوضة فشلت لأنه العرب رفضوا اعتراف بحق وجود إسرائيل. واللي تفضل، اللي بقدر اللي بغ... اللي يعني الخليج قد قديش احتفل بالاتفاقيات الإبراهيمية.
شو هذيك اليوم استوت تقول السعوديين او الكويت كله 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 حتى ما حجل. هذا بدل انا اللي حكيته، هني ما بدن حل مع حدا في العالم. نقطة. أستاذ محمد التداوي، تفضل. أعمل أميوت. مساء الخير عليكم جميعا، شكرا أستاذ أحمد على المحاضرة القيمة دي. هختصر وأبدأ من إذا كانت القصة بنيت على تاريخ، والتاريخ ده حصل فيه تجديدات في 150 سنة اللي فاتوا، أثبت كذب بعض الروايات سواء الإسرائيليات أو كتب حتى من التراث العربي، وأصبح قدامنا دلوقتي مجال الحفريات اللي بيعرفنا إن في المكان ده كان فلان، والمكان ده كان فلان، المكان ده مقبرة فلان. إذا كنا لغاية النهاردة باعتراف العلماء اليهود نفسهم والإسرائيليين من جامعات تل أبيب وما إلى ذلك، إن لا يوجد ما أي أثر يدلل على وجود مملكة سليمان أو داوود أو تواجد اليهود في هذه الأرض. إلى أي مدى المعلومة العلمية الصحيحة بتؤثر على السردية الإسرائيلية لحقهم في الأرض؟ حضرتك بتقول أي مفاوضة معهم أول ما بتقعد معهم الطلب الأساسي أن تعترف بالحق التاريخي لليهود في فلسطين. طيب في هذه الحالة إحنا تاريخيا بالتاريخ بتاعهم اللي هو زي أبو زيد الهلالي بالنسبة للتراث العربي، ما فيش على أرض الواقع ما يدلل إن المكان ده كان فيه كذا أو المكان ده كان فيه كذا أو المكان ده فيه كذا. هل ليه ما ناخدش التاريخ كمعول بداية لهدم هذه السردية ومواجهتهم بها، طالما إن هم يعني تقدميين علمانيين بيعتمدوا على العلم في كل شيء؟ ده سؤالي الأساسي، شكرا. طيب انا بدي اجاوبك شو جاوب اسرائيل فينكلشتاين صاحب مدرسه تل ابيب اللي بتحكي عنها. اسرائيل فينكلشتاين قبل 20 سنه اجروا معاه مقابله قبل موسم الاعداء، قبل موسم الاعياد في اسرائيل. قالوا له انت بتقول انه ما كان شيء مهين، شو رايك بالاعياد؟ قال بنتي عمرها 8 سنين، انا بعلمها انه هاي اعيادنا. هذا جوابي، انا بعلم هاي اعيادنا. اسرائيل فتشتاين صاحب المدرسه النقديه، شو بتقول؟ كان في ملاحظة أنت قلتها، أكمل كان علق عليها في التعليقات على موضوع زراعة مصر نصف مساحة الأرض أرز رز يعني، فهو بيقول لك إيه علاقة ده بالمحاضرة؟ انا طبعا انا بقول شو على هذه المحاضره. انا حكيت عن، انا ما حبيتش اطيل، يعني احنا كلياتنا بنعرف انه كان ديفيد اخرجت مصر من الصراع، نعم. ومن استحقاقاتها اخر يعني من استحقاقاتها انه المأساة اللي بتعيشها مصر، يعني هذا كلياته استحقاق كان ديفيد. هذا ما نفكر فيه انه اللي هو الانحسار داخل الحدود. هذا مش هذا شوي يصير راح يبطل، نعم. راح يصير اضيق من هيك. نعم. احنا بنحكي وقت ما مصر راحت انفتحت على اسرائيل، عملت اتفاقيات معها، من ما عملت من هاي الاتفاقيات اليوم انه مصر وضعها يتردد. في واحد احد خبراء الصحه كتب مقال ب 2005، يعني شو بقول؟ بقول لو وضع الصحه ظل في مصر زي فتره عبد الناصر كان هسه عدد سكان مصر مضاعف. شوف 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 حجم الجريمه. انه عن الرز، بالثمانينات توجهت امريكا الى اليابان، قالوا لهم يا جماعة انتوا
كيلو الرز بكلف انتاج كيلو الرز عنده $5. قالوا له صح. طب قالوا طب شو رايك تشتري منا كيلو الرز ب 60 سنت؟ قالوا له شكرا هذا انا بجيبها. كمان تجربه اخرى، راحوا على امريكا اللاتينيه في السبعينات، بنما وما كانوا يزرعوا قمح. قالوا لنا يا جماعه انتم طن القمح بكلفكم $200، انا ببيعك اياه 120. قال له ممتاز. قال له بس فيش معي اشتري. قال له بقرضه ريال عايش على القدره. هاي انا شفت هذا الخبر كاتجاه مفزع لما سيحدث في مصر. هذا يعني هذا تعليقي. يعني انا بديش احكي كثير عن كام ديفيد لانه انا كمان ما اجيت بدي احكي عن السياسه، بس انا اختصرت بهذا المشهد. نعم، أنا عندي مداخلة مع طرحك. وده هيجذبنا للسياسة، ولكن على حدود وأطراف السياسة، مش هنتكلم في السياسة. من ضمن استراتيجيات الصراع الأساسية إن أنت تفرق أعدائك وتجمع مسانديك ومعاونيك. فإحنا لما نقول اليهودية بشكل عام، إحنا بنعمل ربط كامل ما بين تجمعات بشرية في مجتمعات مختلفة ذات خلفيات مختلفة وذات ثقافات مختلفة، بنجمعهم مع بعض في أرضية واحدة. ده بيخدم، من وجهة نظري يعني، أنت متعمق أكتر مني في دراسة التراث اليهودي وفي دراسة الصهيونية كمان. ده بيخدم الفكرة الصهيونية ذاتها التي تتعامل مع أن كل يهودي موجود في أي مكان هو، لا، لهم حاجات مشتركة يعني. ولذلك تيجي النقطة اللي طرحت، اللي أنت رديت عليها، اللي هي إيه الستيريوتايب، إن إحنا بنتصور بقى إن كل اليهود عباقرة وكل اليهود مفكرين وكل اليهود أغنياء وكل اليهود و و والآخر، في حين إن اليهود زيهم زي أي إيه تجمعات. أنت مش هتفرق اليهودي اليمني عن المسلم اليمني، مش هتفرق اليهودي المصري عن المسلم ولا المسيحي المصري، كذلك مش هتفرق اليهودي الألماني عن البروتستانتي ولا الكاثوليكي الألماني. إذا إحنا كده بنأكد للستيريوتايب. آدي نقطة. النقطة الثانية، بنعتبر إن، وأنا متفق معاك تماما، لأنه الصهيونية يا جماعة هي حركة دينية مسيحية قبل ما تكون تتبناها الصهيونية اليهودية. إذا في جانب ديني الصهيونية قايمة عليه، ده النقطة اللي أنا بتفق معاك فيها. لكن مهم أيضا أن نضع التجمعات البشرية في سياقها الثقافي والتاريخي، لأنه الصهيونية كحل جزء من الاستعمار الغربي وما زالت مستمرة، بتوظف التراث الديني وتوظف التراث العلماني، زي ما اخونا محمد التداوي كان بيقول، يعني احنا نرد عليهم بالتاريخ. اذا كان الفكره كلها قايمه على فكره دينيه، سواء كانت في الجانب المسيحي او الجانب السوري. فنقطتي هي مهم جدا ان ندرس السياقات التاريخيه لتلك التجمعات. لو احنا بنتكلم داخل اسرائيل، طيب ما هو في يهود موجودين في العالم، هل هم كل اليهود اللي موجودين في العالم هم صهاينه متبنين الفكره الصهيونيه، سواء كان في جانبها الديني أو جانبها اللي هو يعني حماية اليهود من ما حدث له. يعني محتاجين إحنا في وعينا إحنا كمان نفرق تسد، لا تضع الجميع في بؤجة واحدة. اوكي، السؤال اللي سالته بدون شك شرعي، ولكن فيه شقين للجواب. الشق الثاني، انت مجبور تشوف عدوك بكل تركيبه بكل تعقيداته. نعم. بس انه هاي المجاميع اليهوديه
اللي انت تحكي عنها. اوكي، انا ما عندهم، بفكر في استثناءات، بس استثناءات قليله. طب لازم نعرف انه هذول بيجوا اسرائيل، هذول بيدعموا اسرائيل، هذول اولاد بيخدموا بالجيش، هذول كل شيء، كل ممارساتهم في اسرائيل. انتم ما بتعرفوا مثلا قديش مثلا جمعيه تقليد الشهر بتجيب شباب كل سنه. بالمناسبه صاحب هذه الفكره احد حمائم السلام لوسي بيلي، يعني هو بده يربطهم، بده يربط الشبيبه اليهوديه في العالم مع اسرائيل. انه انا مش رايح انشغل فيهن كثير، بس انا بدي انشغل بنفسي، لانه الوضع فهمنا انه احنا مش فاهمين شان اسرائيل. الوضع يعني انه مش فاهمين، احنا قاعدين مثلا، انا بسمع المحللين في التلفزيون، شو قاعد بتقول لي نتنياهو 1% 2% 1%؟ شو بتقول لي انه نتنياهو راسه؟ شو الخرف هذا؟ انت بدك تشوف الكتله الصلبه. نعم اوكي، يعني انه يعني انا يعني ممكن تلاقي ناس خلوقين بقول لك انا مش مع اليهودي، وبقول لك انا مش عندي قدره، وممكن يوقفوا معك بيان، ممكن يطلعوا معك مظاهره، ولكن انا مش راح انشغل. هي لانه انا ما ينتظرني من تحديات هائله جدا. نعم هذا هو اليوم. جميل. على هذا النوت، احنا نشكر الناس اللي هي تابعت معانا هذا اللقاء، وبنشكر الأستاذ أحمد أشقر على هذه السياحة وتلك المتعة اللي احنا مرينا بيها، بالرغم من الأسى وبالرغم من كل هذه الجراح اللي احنا بنمر بيها، يعني لأنه احنا في فترة عصيبة يعني. وبشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وأنا هوقف البث هنا الآن وأوقف التسجيل.